أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: فالتسليم عليهما واجب، يعني أبا بكر وعمر، هل يأثم الذي يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يسلم على الشيخين أبي بكر وعمر؟ إذا ترك ذلك كراهية لهما فهذا يأثم، إذا ترك ذلك كراهية لأبي بكر وعمر، لأن بعض الطوائف تكره أبا بكر وعمر، بل يذكر أنهم يتفلون على قبر أبي بكر وعمر ويلقون النجاسة قبحهم الله، فهذا لا شك أنه ضلال. أما من ترك ذلك نسياناً أو الوقت ما اتسع فهذا لا يدل على شر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.